يظل ترصد أي إساءة تصدر ممن يطلقون اللحى ويرتدون الثياب الجلاليب يجعل النظرة إلى هذه الهيئة الكريمة محل جدل شديد، فأصحاب العاطفة الإسلامية يتفاوتون بين اعتبارها اختياراً شخصياً يتغير بتغير العصور، وبين اعتبارها معياراً أساسياً في الحكم على الشيخ المؤتمن على الفهم الصحيح للدين. وبين هذين الطرفين تدرجات، فهناك من يعتبرها مظهراً مستحباً في الشريعة لا يكفي لتقييم الإنسان، وهناك من يميز بين اللحية والثوب فيعتبر الأولى فريضة والثاني مستحباً. ويتفاوت خصوم الإسلاميين بين النفور من هذه الهيئة على اعتبار أنها من رموز العصور الظلامية ومسببات التخلف، وبين اعتبارها تدخلاً في الحرية الفردية للإنسان. وبين هذين الطرفين أيضاً تدرجات، فهناك من يعتبرها مظهراً يقتضي من صاحبه التزاماً سلوكياً تجاه دلالته الدينية، ومنهم من يعتبر الحديث عنها مضيعة للوقت. واللافت هو التركيز على هذه الهيئة في إطار إلقاء الضوء على أخطاء الإسلاميين، فتسمع من يعلق على تلفظ البعض بألفاظ غير مهذبة بالاستنكار على هيئته. وهنا يأتي السؤال الأساسي، متى كان مظهر اللحية والثوب وسيلة لاعتماد المشيخة؟ إن اختطاف لقب الشيخ من قبل من ليسوا أهلاً له يقتضي التعاون في العمل على استرداده وليس اغتيال هذا اللقب، وإلا تحول الأمر إلى محاربة غير مقصودة للدين. فإن رفض تصرفات العابثين باحترام الناس لهيئة كانت لرسول الله لا يبرر محاربة هذه الهيئة ولا الافتئات على الشريعة، وهذا يجعلنا نستدعي طرحاً يتجاوز اللحية والثوب، لأن علة التطرف في السلوك أو في معارضته ما أصابت جانباً إلا وأنهكته. يقول تعالى: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. اللهم أيقظ الضمائر ونور البصائر ونقي السرائر يا مقتدر يا قادر.